أبناء الخليج. بسم الله وعلى بركة الله، حفلنا الكريم عشاق انطلاقات الرموز، نحييكم بتحية الرموز، نحييكم بتحية الأصالة، نحييكم بتحية هذه الأسماء التسعة التي انطلقت في شوط الشلفة، الشلفة الفضية، في تحدي الثنايا البكار المفتوح، في انطلاقة مسافة التحمل، مسافة القدرة، فمن سيمتلك القدرة والتحمل طيلة المسار من أجل الوصول وبناء جسر الوصول إلى ذلك الرمز، إلى الشلفة الفضية في مهرجان سيدي الأمير الوالد يحفظه الله ويرعاه. بدأت المسيرة الآن، انطلقت هذه الأصايل متعبة، الشاذلية، شبابة، ضوء، سلطة، رجيفة، وبيان، لاغونا، وبن ذباح. يا سلام، الله الله، شوفوا الشوط كيف بدأ، بدأ بسرعة كبيرة، وبالتالي أنتم على موعد مع منافسة استثنائية ومعركة قوية ستجمع بين هذه الثنايا. أسير بحضراتكم مباشرة إلى مقدمة هذا الشوط لأجد رجيفة من تحتل المركز الأول وتسيطر على مقدمة هذا الشوط. عبيد بن سعيد بن منانة الاكتبي هو المنطلق مع رجيفة في المركز الأول، ولكن الله غيرت الآن مشاهدينا الكرام، حفلنا العزيز شبابة غيرت الآن لتشب نار هذا الشوط، وهي نار التنافس ويا الهلضة. شوفوا شبابة الآن غيرت وانتقلت إلى المركز الأول بشعار منصور بن غانم بن منصور السيف الخيارين اللي يقدم شبابة والشاذلية في هذا الشوط. شبابة الآن سيطر على المركز الأول، المركز الثاني مع رجيفة، بينما هنا الخيارين السيد مبارك بن محمد بن زايد الخيارين يصدر بيان قوي بأنه حاضر في هذا الشوط من خلال تواجد بيان إذا تحتل المركز الثالث وتنطلق بشعار مبارك بن محمد بن زايد الخيارين بقيادة المضمر الكبير عتيق بن حمد بن قريع المري. أتابع المركز الرابع لأجد هناك متعبة تأتي بشعار أحد أبناء السلطنة، أحد أبناء سلطنة عمان الشقيقة اللي هو حمد بن محمد بن سالم الوهيبي اللي يقدم متعبة في المركز الرابع. بينما المركز الخامس أجد بن ذباح أيضا ضيفة عزيزة قادمة من المملكة العربية السعودية الشقيقة، نرحب بها ونرحب بكل ضيوفنا الكرام. بن ذباح تعود ملكيتها للسيد عبد الله بن علي بن ربيع الرزق العجمي. هذه نتيجتنا، هذه أول المعطيات، أول الأسماء الأولى. هناك أربعة أسماء لم يحن موعد دخولها بين الأسماء التي أذعتها، ما زالت تسيطر على دائرة الإعلام على هذا النطاق. هناك نطاق المركز الأول، هناك الآفاق الجميلة تتواجد فيها رجيفة بقيادة عبيد بن سعيد بن منانة الاكتبي هو المنطلق والمندفع مع رجيفة في المركز الأول. بينما المركز الثاني ما زالت شبابة تواصل الضغط على صدارة هذا الشوط، وبالتالي هنا صائد الرموز يقدم خطة ربما تكون ناجحة في هذا التحدي. سنتابع إذن المركز الثاني شبابة بقيادة منصور بن غانم بن منصور السيف الخيارين، ولكن ما زالت السيطرة وما زالت الصدارة باسم رجيفة. المركز الثالث بيان، ها هي تقترب بشعار مبارك بن محمد بن زايد الخيارين، ويضمرها مزعج المضمرين عتيق بن حمد بن قريع المري اللي أتمنى أن يهدي هذه الشلفة الفضية إلى مبارك بن محمد بن زايد الخيارين. أتابع المركز الرابع ونرى من تحتل المركز الرابع، اسم جديد بدأ ينضم وبدأ الضوء تنطلق في المركز الرابع. إذا ضوء تتدخل الآن وتحتل المركز الرابع بقيادة سلطان بن سيب بن معبد المشغوني اللي يقدمها، وبالتالي تحتل المركز الرابع وشعار أحد الأبناء العزيزين القادمين من سلطنة عمان اللي هو حمد بن محمد بن سالم الوهيبي، ما زال محتفظا بالمركز الخامس مع متعبة.
هذه النتيجة، نتيجتنا ونداءنا الثاني وإذاعتنا مرة أخرى أتممناها معكم حفلنا الكريم. وما زالت الأمور هناك تسير لمصلحة عبيد بن سعيد بن منانة الاكتبي مع رجيفة. يا سلام يا رجيفة، نسير حفلنا الكريم في الشوط الرئيسي، شوط الشلفة الفضية، إلى جانب الشلفة الفضية هناك جائزة نقدية قيمة عبارة عن نصف مليون ريال قطري. ياه جائزة وياه التحدي، رجيفة ما زالت تسيطر وما زالت تحتل المركز الأول للسيد عبيد بن سعيد بن منانة الاكتبي، وفي رصيدها سيارتين واليوم تبحث عن الرمز، واعتقد بأنها سلالة رجيف. نعم أبوها رجيف وبالتالي هي بنت رجيف، وتريد أن تقدم ما قدمه رجيف في ميادين الركض. هذه رجيف أيضا تحتل المركز الأول، والمركز الثاني شباب اللي مثل ما ذكرت تواصل الضغط على مقدمة هذا الشوط، وهي ورقة تكتيكية يقدمها صائد الرموز في تحدي من أجل اصطياد رمز من رموز هذا المساء. المركز الثالث بيان، الله الله، وصلت بيان الآن قادمة ومندفعة بكل ما أوتيت من قوة للسيد مبارك بن محمد بن زايد الخيارين، ويتولى عملية تضميرها المزعج عتيق بن حمد بن قريع المري. الله 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 يا بيان، شوفوا بيان الآن أصدرت بيانها على أنها قوية في هذا الشوط، وعلى أنها ستكون ندا قويا للمشاركين والمشتركين الباحثين عن الشلفة الفضية. ها هي بيان تحتل المركز الثالث، قادمة برصيد أيضا مليء بالانتصارات، وأيضا كفتها مليئة بالترشيحات. ناخذ المركز الرابع، جديد الاسم اللي دخل معانا الآن اللي هي لاغونا. لاغونا تتسلل إلى المركز الرابع للسيد محمد بن حمد بن ملهوف الكتبي، ضيف عزيز قادم من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. إذا لاغونا تحتل المركز الرابع، بينما أجد المركز الخامس هنا مع ضوء للسيد سلطان بن سيف بن معضد بن سيف المشهوني. هذه نتيجتنا مشاهدينا ومتابعينا الكرام، والأمور ما زالت في مصلحة بن منانة. بن منانة ما زال هو الأقرب، ما زال هو الأقرب لتحقيق رمز هذا الشوط الرئيسي الخاص بالثنايا البكار المفتوح. يا سلام، الله الله، نقترب الآن من لوحة 3 كيلومترات، تبقى إذن هذه المسافة فقط. وتحركت الآن شبابة الآن انطلقت من جديد وغيرت الآن إلى المركز الأول. شوفوا التحدي بين رجيفة وبين شبابة الآن انطلقت واستلمت زمام الأمور لتكون هي المسيطرة وهي المنطلقة مع المركز الأول. يا سلام، الله الله الله، منصور بن غانم بن منصور آل سيف الخيارين يدفع بشبابة الآن لتسيطر على المركز الأول في الشوط الأول المفتوح، بينما المركز الثاني الخطورة مع بيان تحتل المركز الثاني وهي تدخل في هذا الامتحان لتقدم أقوى برهان في سبيل الوصول إلى الشلفة الفضية. الآن بيان في المركز الثاني وأراها تقترب من اقتناص المركز الأول، وبالفعل ها هي تتسلل تسلل ناعم وتسلل جميل ولطيف على المركز الأول. بيان إذن غيرت إلى المركز الأول للسيد مبارك بن محمد بن زايد الخيارين، ويضمرها المزعج عتيق بن حمد بن قري. هل سيزعجهم المزعج أم سيزعجونه في هذا الشوط؟ المركز الثاني، الله يا رجيفة، ما زالت تقدم العطاء الممتاز. هذه رجيفة تعود من جديد لتفتتح المركز الأول هنا من جديد. يا سلام، شوفوا بن منانة غير
متر مع رجيف ايلان الى المركز الاول وكيلو متر مر الكيلو الثالث مرورا سريعا جدا لان الاصايل الان ادركت بان المدى اقترب ولحظة الحسم قد اقتربت وها هي الان رجيفة تنطلق في افاق المركز الاول بشعار عبيد بن سعيد بن منان الكتبي. اذا المركز الثاني بيان لمبارك بن محمد بن زايد الخيارين يضمرها عتيق بن حمد بن قريع المري وفي المركز الثالث الله الله وصل الضوء الان وغير الضوء الى المركز الثالث ما شاء الله على ضوء تابعوا انطلاقتها القويه هذه ضوء اذا سلطان بن سيب بن معضد المشغوني وصل وصل المشغوني ووصل الضوء الى المركز الثالث بينما المركز الرابع تتقدم متعبه الان الى المركز الرابع حمد بن محمد بن سالم الوهيبي والشاذليه وصلت الشاذليه الان الى المركز الخامس للسيد منصور بن غانم بن منصور آل سيف الخيارين يقدم ورقته الرابحة الآن في هذه اللحظات يا سلام الله 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 بنقول رجيفة رجيفة على المركز الأول ونقترب مشاهدينا ومتابعينا الكرام من لوحة الإعلان من لوحة الكيلو متر الأخير وبيان بيان الآن غيرت وانطلقت بيان مع المركز الأول مبارك بن محمد بن زايد الخيارين يا سلام اطلقها المزعج الان وغيرت الى المركز الاول وابتعدت الان يا سلام بيان اذا في الشوط الرئيسي شوط الشلفة شوط التحدي شوط النصف مليون ها هو المزعج يدفع حلان يدفع بها الى المركز الاول المركز الثاني هنا مشاهدينا الكرام رجيفة والمركز الثالث وصل المشغوني ووصل الضوء والشاذلية ايضا تتحرك في المركز الرابع متعبة على المركز الخامس شوط الاعصاب ما زالت الامور هنا لمصلحة بيان ولكن ضوء الخطيرة ضوء الخطيرة وصلت في المركز الثاني يا سلام قلت لكم بان المشغوني خطير ها هي الان ضوء على المركز الثاني الشاذلية في المركز الثالث ومتعبة ايضا خطيرة في انطلاقتها متعبة حمد بن محمد بن سالم الوهيبي يدفع الان بمتعبة في شوط التحدي في شوط الشلفة الله 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 شوفوا لحظات التغيير ضوء الان مرت ضوء عبرت الى المركز الاول بقيادة سلطان بن سيب بن معضد المشغوني المركز الثاني متعبة حمد بن محمد بن سالم الوهيبي الشلفة الفضية الله يا ضوء ضوء متعبة متعبة ضوء ضوء متعبة الشوط الرئيسي شوط الشلفة البكار المفتوح هنا ما بين الوهيبي ما بين المشغوني ضوء متعبة ضوء 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 سلام يا المشغوني سلام سلام يا سويحان سلام تهانينا لسلطان بن سيب بن معضد المشغوني على فوز ضوء بالمركز الاول وانتزاعها للشلفة الفضية المركز الثاني متعبة حمد بن محمد بن سالم الوهيبي المركز الثالث جاءت فيه لقونا للسيد محمد بن حمد بن ملهوف الكتبي المركز الرابع جاءت فيه الشاذلية لمنصور بن غانم بن منصور آل سيف الخيارين والمركز الخامس سلطة للسيد علي بن عبد الهادي بن حمد الغفراني سلطة إذا تأتي في المركز الخامس مشاهدينا ومتابعينا الكرام إذا شوط المتغيرات شوط التحدي شوط القوة الضاربة شوط الثنايا البكار المفتوح والذي حضرت فيه ضوء ها هو المشغوني يتلقى التهاني والتبريكات بمناسبة انتزاع ضوء للشلفة الفضية في شوط الثنايا البكار المفتوح والتوقيت الزمني 12 دقيقة 41 ثانية 55 جزءا من الثانية تهانينا للسيد سلطان بن سيف بن معضد المشغوني وسلام يا سويحان سلام المركز الثاني جاءت فيه متعبة وقدمت عرض ممتاز
توقيت الزمن 12 دقيقة 42 ثانية جزئين من الثانية. تهانينا والناموس للسيد حمد بن محمد بن سالم الوهيبي، بينما من جاءت في المركز الثالث لاغونا، وتوقيت لاغونا 12 دقيقة 44 ثانية. وفاء وتماما تهانينا للسيد محمد بن حمد بن ملهوف الكتبي، فوز لاغونا بالمركز الثالث. المركز الرابع جاءت فيه الشاذلية، والمركز الخامس كان من نصيب